لو انتوا قاعدين في مطعم او كافيه واخدك ياكلك ويشربك، ما ينفعش وهو قاعد جنبك تتسحبي من لسانك وتتجردي من شعورك وتتكلمي قبله مع الجرسون او الويتر او الراجل اللي بياخد الطلبات. ده ما يصحش وعيب ومش اتيكيت اطلاقا. فانتي لو حابه تطلبي حاجه هتوجهي كلامك لجوزك وهتقولي له من فضلك يا حبيبي يا فرعوني، ممكن تطلب لي مثلا بطه بالبرتقال، بلاش بطه لو انتي معزومه بره، بطه كامله كتير، ممكن تطلب لي نص بطه بالبرتقال وجنبها عصير برتقال عشان البيبي بيحب البرتقال. فيقوم هو جوزك حبيبك يطلب من الراجل اللي بياخد الطلبات بصوته العليل الجميل، من فضلك لو سمحت عايزين كذا وكذا وكذا بالبرتقال، راجل لراجل. لكن ما ينفعش تتكلمي ابدا مع راجل غريب في حضوره، والحته دي بتضايق الرجاله جدا. يعني الراجل يجي ياخد الطلبات انت تقولي لا، انت تقولي له مالكيش دعوه بالواقف ده، الواقف ده تعتبريه هوا، تمام؟ وطبعا وانت بتقولي عايزه كذا او كذا انت بتقولي اي كلام، ولا البيبي طلب برتقان ولا طلب بطه ولا حكى ولا شكى ولا بكى، انت اللي بتشفطي على حس البيبي اللي في بطنك. الف هنا على قلبك، مطرح ما يسري يمري، الف هنا على قلبك يا مدام. طيب، مفيش حاجه اسمها امدح في حد او اي كائن وجوزي قاعد. مفيش حاجة اسمها أشكر في حد وفرعوني قاعد منور الدنيا قدامي نعمة ربنا حلاوة شمسنا، لا حد ولا حاجة، لا إنسان كائن بشري ولا جماد. أي حاجة مذكر ممنوع تمدحيها قدام جوزك. مثال، دايما نحب ندعم كلامنا بالأمثلة الحقيقية الواقعية اللي عايشة معانا على أرض الواقع. مثلا عصير البرتقال اللي أنا اخترتهولك من شوية واللي جوزك دفع حسابه من جيبه، ده مذكر. فيجي الجرسون يسألك عجبك يا مدام عصير البرتقال، هو بيسألك انت عينك فين؟ عينك مش على الراجل اللي بياخد الطلبات، عينك على جوزك. خدتي السؤال سمعتيه بودنك بس ما بصتيش، بصة لجوزك. هتردي بسرعة وتقولي حلو بس مش أحلى من جوزي، وتردي وانت بصة لجوزك مش بصة للراجل بتاع المطعم. وهنا بتطبقي قاعدتين للإتيكيت مع جوزك. أول قاعدة، ما بتبصيش للراجل وهو بيسألك ولا وانت بتجاوبي، انت باصة في وش جوزك ما بتبصيش لحد غيره. وتاني قاعدة، اي حاجة بتاكليها بتشربيها مش احلى من جوزك. ليه؟ لان جوزك مصنع الحلا والغلا، اصل السكر برطمان العسل. حاجة كمان، جوزك كريم الكريم ابو الكرم، سليل الاكرمين، حفيد الكرماء، نسي سهوا محفظته او فلوسه في البيت، وانتوا مثلا معزومين بره في المطعم او بتشتروا حاجه. حسك عينك، اياكي ثم اياكي ثم اياكي تطلعي فلوس من شنطتك وتديها له قدام الناس. اوعي، الحركه دي مخجله ومهينه للراجل، حاشاه ان حد يهينه، ابن الناس مرفوع الراس. طيب هتعملي ايه في اللحظه دي؟ هنبوظ الخروجه؟ لا، مش هنبوظ العزومه ولا الخروجه. عندك ثلاث حلول علشان تحافظي على الوضع العام وكرامه جوزك قدام الناس، جوزك اللي معاه فلوس اصلا بس انسيها في البيت. اول حاجه، تروحي لمكان الدفع وتقولي لهم انا عامله مفاجاه لجوزي وعازماه النهارده وعايزه احطه قدام الامر الواقع لانه لا يمكن يقبل ان انا ادفع له ومش عايزاه يرفض، فممكن من فضلكم ادفع الحساب وتساعدوني بده وافاجئه. يبقى انت كده قدامهم اللي فاجئتيه وهو قدام الامر الواقع. ده حل. الحل التاني، من تحت الترابيزه، من تحت المفرش، من غير ما حد يشوف خالص، تديله الفلوس تحت مفرش الترابيزه اللي بتكون في المطاعم، يعني بتبقى موجوده في كل المطاعم، لازم يحطوا مفرش كده. يبقى كده مش تطلعي كده الفلوس تديها له كده من فوق، الناس كلها تقول لك ايه ده الحق بتصرف عليه. لا، ده هو بالكرم، خلي بالك ما تجيش انت تمسكي الموقف ده وتعملي نفسك انت، لا اوعي، احنا قاعدين لك. الحل التالت، تسيبي بشاكة شنطتك على الكرسي جنبه
وتقولي له حبيبي رايحه الحمام بعد اذنك، اغسل ايدي عشان اعطرها شويه، وممكن تحاسب. وطبعا كلنا عارفين انك بعد الحركه دي هتعتبري نفسك حاتم الطائي، وهتفضلي تسحبي وتجري من جوزك فلوس على حس الحركه دي انك انقذتيه لما محفظته نسيها في البيت ل 100 سنه قدام، هتفضلي تذليه وهيندم على يوم ما نسي المحفظه.